والله والله وبالحق. وقلت الشخص هذا معناتها والله شيء حشم وشيء حبس المخ. راهم يا عباد ربي مرحبا بكل شخص يجي لتونس، ومرحبا بكل شخص يخمم انه يزور تونس، مرحبا بهم الناس الكل مهما كان ومن اي معناتها مكان جاء. خاطر طبعا معناتها لولا وانه يخمم يحب يزور تونس وكذا وكل ما يجيهاش، بغض النظر ارخص اغلى جاي كذا، ولكن اللي جاي ما هوش طحان، اللي جاي مرحبا به، اللي جاي لازم نضيفوه ونكرموه، اما ما نهزوش الطحين راهو كي جاونا انجليز عرفنا لهم بالكرتوش. شنو جاونا الانجليز عرضنا لهم بالكرتوش، كانت تجينا ديما البواخر اللي تعمل لك التور ميديترانيان هذمك، عرضنا لهم بالكرتوش في باردو. جاو الروس ولينا معرضين لهم بالهلال ونشطحوا لهم وعالم روسيا يرفرف. راهو الروس كيف يجيو لتونس يا عباد ربي، راهم جايين اول انكلوزف، راهو جاي زبرت، جاي باش يسكر من اللي يدخل لين يخرج. يعني الروس هذاك تطلبوا عليه جوست هكا معرضين له قدام الباب تقيسوا له في السخانه هكا، هو هكا راس مالها حاسبها بالملي، شي يشري الماء من المكازا وش يسال العباد الكل مو برشا طحانه عنا، يسالهم منين ارخص الماء، ويشري الدبوزة ما مثال بدينارة يزيد ينقيسي فيها، الخبز بميتين وخمسين يسأل يقول له تجم الطيحلي في سومها. هلكم راهم الروس هكا جروب كامل كار كامل يشريو زوز كعبات دلاع، يهبطوا للشط يشريو زوز كعبات دلاع يبرجوها ينكوها الكل مع بعضهم مع خبزة. لاهم باش يخدموا لا رستوراسيون، لاهم باش يخدموا لكم لا بازارات، لا حد شي. بالعكس الروس اقسم بالعظيم طلاب كيجيو، والله كليونات روس طلاب. انا كيف كنت في تونس ونقرا واحد وكل في الصيف ناخذ بازارات ونعرف شو معناتها روس، كي نسمع اللغه الروسيه ما نقومش اصل ما نقومش من الكرسي، حتى يدخل البازار اعمل دوره وبرخش، اعمل دوره واخرج ما تكرزنيش، وما يشريوش، وتقول له بمية فرنك ينقصي معاك، وتقول له بدينار كيف ويطلب من عندك، يقول لك عندك سيجارو، وتقول لك عندك سيجارو، ويقفوا قدام محطة الكار في الكار يقسموا معاك في الشط كيف. عرضوا لهم بتبلوا الزكرة، ولاد بلادكم كي يروحوا لكم جينا تعملوا جينا جيبنا الكورونا، اشتقتلونا على الأقل احنا كي نجيو ما نرموش رواحنا، احنا كي نجيو نصرفوا، احنا كي نجيو ما نسلموش بالبوس، ما نعنقوش، نلبسوا الماسك، واخذين حذرنا، نخافوا على حبائنا، نخافوا على والدينا، نخافوا على اخواتنا، هذا كيف نجيو، فهمت؟ كيف يبدا فما ريسك ما نجيوش، وانا واحد من الناس عندي عامين هاني ما هبطش، علاش؟ فما ريسك ليا ولغيري، ما نهبطش، اما خيط. والله العظيم من احقر ما شاهدته اليوم كوم فيديو، قسما بالله العظيم احقر فيديو شفته اليوم، احقر فيديو شفته السنه معناتها التوب نتاع 2021 هذا.